الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه ومغفرة، وتقبل الله صيامكم في هذا الشهر الكريم، الشهر الذي دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. أيها الإخوة، كنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن المنهج التربوي للإمام السجاد عليه السلام، وقد ذكرنا شطرا من دعاء مكارم الأخلاق الذي هو في الواقع وثيقة تربوية لا نجد لها مثيلا في تاريخ البشرية حقا. وكنا في حديثنا قد جئنا إلى تربية المجتمع، وذكرنا دعائم بناء المجتمع، بينا الدعامة الأولى ألا وهي هدى صالح، وبالمصطلح الحديث بالإديولوجية، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به. حقا أن الوصول إلى النتيجة، وصول الإنسان المؤمن إلى اللحظة الأخيرة التي سيكتشف فيها الهدى الصالح، الأيديولوجية الصالحة، ستكون متعة له بعد رحلة شاقة وطويلة في البحث بين الأيديولوجيات وبين المذاهب والأفكار، عندما يصل إلى هذه الحقيقة يصل في نهاية المطاف إلى الإسلام، إلى الأيديولوجية الإسلامية، الأيديولوجية الشاملة الواقعية المستقبلية. عندما يصل إليها ستكون نهاية المتعة، متعة في حياته ومتعة في آخرته، متعة لأنه سوصل إلى الطريق الصحيح، لا يتيه بعد هذا الطريق، متعة لأنه وصل إلى الحقيقة التي ستنير طريقه، ومتعة في حياته لأنه سيتمتع في كل لحظات حياته بأن كل دقائق هذه الحياة هي بعين الله، هي محسوبة في حسابات الزمن وفي حسابات رب العالمين. وهل هناك متعة أكبر من ذلك؟ إن الإنسان المؤمن يسير وفق الطريق الذي وضعه الله تبارك وتعالى، ويتجه باتجاه الهدف الأسمى الذي جاء به الأنبياء والأوصياء. ولذا جاء اللفظ، لفظ ومتعني بهدى صالح ولا أستبدل به. عندما يصل إلى هذه الحقيقة، يصل إلى الأيديولوجية الإسلامية، سيتمسك بها. سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القول الثقيل
سيجد في كيانه عمقا لا يمكن فصله عن جسده. هذه آثار الإيديولوجية الصحيحة، وكما بينا آثاره على حياته، على جسده، وعلى سلوكه، وعلى حواسه، وعلى حركة أعضاء بدنه، وبالتالي آثاره على المجتمع، لأن المجتمع هو مجموعة أفراد، فلا بد أن يتأثر المجتمع بالفرد ويتأثر الفرد بالمجتمع. ثم يأتي الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى الدعامة الثانية، الركن الثاني من أركان المجتمع الحركي، ألا وهو وطريقة حق لا أزيغ عنها. وما أدل هذه اللفظة على ما قصده الإمام سلام الله عليه؟ الطريقة، هذه الطريقة التي ذكرها القرآن في عدة أماكن وفي عدة آيات، ذكرها لتعبر هذه الكلمة عن النهج الذي يسلكه الإنسان، عن الطريق الذي يسلكه الإنسان، عن الدين الذي يسلكه الإنسان. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة، هذه الطريقة اللي هو نهج الله، سبيل الله، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. وفي تعبير آخر من تعابير القرآن الكريم: وجعلناكم طرائق قددا، أو وكنا طرائق قددا. فالطريقة، هذا اللفظ الذي استخدمه الإمام زين العابدين عليه السلام للدلالة على النهج، للدلالة على الخطة، للدلالة على السبيل والطريق الذي يسلكه الإنسان في حياته، في مجتمعه، ليحقق أهدافه في الحياة ويحقق أهداف المجتمع. وقد استخدم الصوفيون هذا التعبير وسموا طريقتهم في التصوف بالطريقة، فسميت الطريقة القديانية والطريقة القادرية وهكذا. فتعبير الطريقة هو دلالة على الخطة وعلى السبيل وعلى النهج الذي يسلكه الإنسان. وبتعبير آخر نستطيع اليوم أن نعبر عنه بالانتماء، الانتماء إلى، على سبيل المثال، إلى عشيرة، هذا يسمى طريقة. الانتماء إلى مذهب من المذاهب، هذا يسمى طريقة. الانتماء إلى دين من الأديان يسمى طريقة. الانتماء إلى حزب من الأحزاب يسمى طريقة. فهذه كلها طرق. وحتى الانتماء إلى أشخاص، البعض ينتمي إلى شخصية دينية فيسمى جماعة فلان، وعمله وما يقوم به يسمى بالطريقة، النهج، منهجية عمله في الدعوة إلى فلان. هناك
جماعات كثيرة في مجتمعاتنا، وهذه الجماعات تجدها تلتف حول شخصيات أما دينية أو سياسية أو علمائية. وهناك أيضا في مجتمعاتنا من ينتمي إلى منظمات إنسانية، إلى منظمات اقتصادية، فهذا الانتماء وهذه العلقة بين الإنسان وبين أهدافه وإيديولوجيته تسمى بالطريقة أو بالتنظيم حسب المصطلح اليوم يسمى بالتنظيم، التنظيم الشيوعي، التنظيم الكذائي. هذه التنظيمات ما هي إلا طريقة، والإنسان شاء أم أبى فهو منتمي، وليس كما قال الكاتب الأمريكي صاحب كتاب اللامنتمي. الإنسان بطبيعته الخلقية هو منتمي، لا يمكن الإنسان أن يعيش بمفرده، فهو بحاجة إلى المجتمع، بحاجة أن يتحرك في ميدان المجتمع، في أفق المجتمع. فهو منتمي شاء أم أبى، ينتمي إلى حزب، إلى قبيلة، إلى كتلة، إلى مؤسسة، إلى منظمة، فهو منتمي. وهذا أمر طبيعي في كل المجتمعات، هناك انتماء، لكن أي انتماء يجب أن ينتمي إليه الإنسان؟ هذا هو المفصل، هذا هو بيت القصيد. لأي منظمة، لأي حزب، لأي مؤسسة، لأي شخص، سواء كان هذا الشخص شخصية دينية أو اجتماعية أو قبلية، لأي من هؤلاء أنتمي؟ وما هو المعيار، معيار الانتماء؟ وكيف أختار الانتماء الصحيح؟ ذلك كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لنقرأه ونتدبره ونجعله شعارا لنا أيها الإخوة. وطريقة حق، الحق، انتمائي إلى الحزب الفلاني، انتمائي إلى الشخصية الفلانية، انتمائي إلى المدرسة الفلانية، إلى المذهب الفلاني، إلى القبيلة الفلانية، إلى الكتلة الفلانية، يجب أن يكون ضمن معيار الحق، والحق فقط، لا لمصلحة دنيوية ولا لمصلحة شخصية ولا لمصلحة فئوية ولا لمصلحة حزبية. الانتماء يكون للحق، الحق هو المقياس، هو المعيار لهذا الانتماء. وعلينا أن نبحث عن الحق. أين الحق أيها الإخوة؟ هل يمكن أن نصل إلى الحق؟ صحيح الكل يدعون بأنهم على حق، ليس هناك من يقول لست على حق. حتى هذا اللص الذي يسرق الدار، يسرق دارك، وحتى هذا القاتل الذي يقتل الأطفال والنساء كداعش مثلا أيضا يقول أنا على حق. لكن أين هو الحق
باختصار مفيد. الروايات الأحاديث كلها دلتنا على الحق، وكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الكلام الإمام السجاد سلام الله عليه يشير إلى هذه الروايات، إلى هذه الأحاديث. من هو مع الحق أيها الأخوة، أيها المشاهد الكريم؟ لعلك تبادر إلى ذهنك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. هذا الحديث الذي رواه أكثر من 20 صحابي من صحابة رسول الله، رواه عبد الله بن عباس أبو سعيد الخدري وأبو بكر وعمار وسلمان وآخرين من صحابة رسول الله، وذكره أكثر من 100 حافظ من حفاظ الحديث جاءوا على ذكر هذا الحديث في كتبهم. نذكر منهم الترمذي في حديث 3714، والحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين رقم الحديث 4629، وأبو يعلى في مجمع الزوائد في صفحة 134 مجلد التاسع، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء 14 صفحة 320، وابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء 42 في ترجمة أمير المؤمنين، والزمخشري في ربيع الأبرار. هؤلاء كلهم ذكروا علي مع الحق والحق مع علي. فالطريقة التي نحن مدعوون إليها هي طريقة علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده المعصومين. هذا الطريق الذي سيوصلنا إلى النجاح في الدنيا والآخرة. وقد تكونت هذه الطريقة وبرزت الوجود في عهد رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يشاهد علي بن أبي طالب كان يقول: هذا وشيعته على منابر من نور. عندما يدخل المسجد وقبل أن يدخل المسجد يقول لأصحابه: سيأتي إليكم وصيي ووارثي. وكان دائما يشيد بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ويحاول أن يربط المسلمين بعلي. جاءه عمار ابن ياسر، جاءه فكما ورد في كتاب الجامع الكبير للسيوطي، فدنا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ بيده قائلا له: يا عمار، إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره، فاسلك مع علي ودع الناس، إنه لن يدلك على ردى ولن يخرجك من الهوى. هذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه هي طريقته في الحياة، كلماته، أخلاقه، مواقفه، كلها تشكل لنا مدرسة وتشكل لنا نهجا. وهذا ما يريده الله تبارك وتعالى، وهذا ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يدعو إلى علي
وعندما كان يشعر أن هناك من يعادي عليا يقف بوجهه بقوة ويقول له أنت من أهل النار لأنك خاصمت عليا. هذا هو الطريق وطريقة حق، وإذا وصلنا إلى هذه الطريقة انتهجنا هذا الطريق طريق علي فلا نزيغ عنه، سنكون ثابتين راسخين عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على الطريقة الحقة، طريقة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أن نأخذ بنهجه في الحياة، بكلماته، بأخلاقه، بعبادته، بسلوكه مع معارضيه، مع مخالفيه، بتعامله في داخل البيت، داخل المجتمع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أن نواصل الحديث حول دعائم المجتمع الإسلامي الحركي. نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل رمضان، أهل رمضان الرحمة.